وفي هذا التقرير أيضا عرض لبقية المتفوقين على المستوى الوطني في امتحان البكالوريا لهذه السنة، على أن نوفيكم في نشرة الغد بتفاصيل أكثر حول هؤلاء المتميزين في هذه المناظرة الوطنية. تحصلت هيفاء الحداد من المعهد النموذجي بسوسة على أعلى معدل في شعبة الرياضيات ب 19.50، ومن المعهد النموذجي بسوسة أيضا مريم كمون والتي تحصلت على أعلى معدل في شعبة العلوم التجريبية ب 19.38. وفي شعبة العلوم الإعلامية تحصلت التلميذة إيناس بن يوسف من معهد راس الجبل ببنزرت على أعلى معدل ب 17.88، كما تحصل التلميذ إياد حمادي من معهد نهج الإمام مسلم بالمنزه على أعلى معدل في شعبة الاقتصاد والتصرف ب 17.47. وتحصل التلميذ أحمد القوال من المعهد الرياضي بيير دي كوبرتان بالمنزه على أعلى معدل في شعبة الرياضة ب 17.43. وفي شعبة الآداب تحصل جاسر الغلام من معهد ابن رشيق بالقيروان على أعلى معدل ب 16.79.